السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم وصفه اكثر من رائعه، كباب باللحم ديال العيد او القطبان ديال اللحم، بتتبيله اكثر من رائعه، كيجي فتي بنين، فرجه ممتعه. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. عندنا كميه ديال اللحم المقطع، قطع بحال هكذا، ماشي صغيره بزاف ماشي كبيره، على هذا الشكل. هذا قصفور يابس مطحون، كمون، تحميره او فلفل احمر او بابريكا، ملح، قصفور معدنوس، والسر باش كيجينا اللحم ديالنا فتي ولذيذ هو البصله. البصله ما كنشلضوهاش، البصله كنحكوها، لان ملي كنشلضوها راه ما كتلصقناش في القطع ديال الكباب. من الاحسن تشلضوها تحكوها عفوا وديروها فيه، والقليل من الخل ديال الحامض اولا الحامض المعصور. نتو على بركه الله، ناخذ شويه ديال القزبر، ندير واحد الكميه اللي لا باس بها بحال هكا، شويه ديال التحميره كما قلت لكم اولا الفلفل الاحمر بحال هكا، الكمون، الملحه، والخل. انا هذه الكميه ما غنطيبهاش كامله اليوم. الدور ديال الخل هو انه كيفتي لنا اللحم، كيخليه هشيش ودغيا كيدخلوا الطياب. انا هذه الكميه كما قلت لكم ما غنطيبهاش كلها اليوم، غنطيب دابا الغدا شويه وعاوتاني غدا نطيب شويه بحال هكذا حتى تدخل فيه هذه اللقامه مزيان، وعاد باش نضيف القزبر ومعدنوس ونضيف البصله محكوكه، وضروري ما تخدموه مزيان بحال هكذا باش تدخل فيه العطريه على هذا الشكل. صافي، دابا غادي ننقص فشي اناء اخر ولا فشي بانيو، وندير غير القياس اللي غادي نطيب اليوم كيف ما قلت لكم، والاخر نخليه. دابا ان شاء الله غادي نضيف قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق بحال هكذا، ونضيف البصله محكوكه. هذه راه البصله البيضاء، من الاحسن ديروا البيضاء ما ديروش الحمراء بحال هكذا. صافي، ونخلط كلشي. ها نتوما غادي نوريكم بعد مين نهز طريف ديال الكباب ولا ديال اللحم، غادي تلقاو على ان البصله لاصقه فيه، بخلاف اننا ملي كنديروا البصله مشلضه ما كتلصقش فيه. يعني كنبداو نهزوا الطريفات ديال اللحم كنديروهم في الاعواد ديال الشواء ولا في القطبان، والبصله كتبقى لنا في الاناء ولا في البانيو اللي كنكونوا خدمنا فيه. وكذلك اللحم ديال العيد من الاحسن ما تكثروش ليه العطريه بزاف، باش كيبقى في المذاق ديالو في لوغو ديالو كيف ما كيكون زوين. الا كثرنا ليه العطريه يعني كنوليو كنطقو غير المذاق ديال العطريه بحال هكذا. صافي، ها نتوما ها شكلها تبقى فيه البصله. يعني كما قلت لكم هذه الطريقه هذه راه كتجي احسن من انكم تشلضوها. صافي، كنخليو اللحم ديالنا بحال هكذا، يا اما كنغطيوه بلاستيك غذائي اولا كنغطيوه بالسلوفان. من الاحسن يبات ليله كامله، من الاحسن يكون يبات ليله كامله باش يتشرب مزيان ويترقد. صافي، ونخليوه ومن بعد ان شاء الله نبداو نشويوه.
انا غنركد معكم اليوم اللحم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يرقد مزيان باش نطيبوه. ورجعت لكم من جديد، هذا النهار الثاني من بعد ما كيف ما قلت لكم خمرت الكباب ديالي ولا اللحم، كيجي بحال هكذا. دابا ان شاء الله غادي نبداو نديرو في القطبان. انا شادي هاد القطبان ديال اينوكس، هادو غزالين بزاف، خديتهم من مدينه اجرو. ندعو على بركه الله، بسم الله، ونديرو اللحم ديالنا فيهم بسم الله. انا كنفضل هاد القطبان ديال اينوكس على القطبان ديال العود ولا القطبان الاخرين. هادو كان الثمن ديالهم شويه مرتفع، ولكن صراحه الله كنظن دابا راه هذا واقيلا العام الرابع عندهم، بيكونوا عندي شي 4 سنين هادي باش راهم عندي، ولكن غزالين ما عندي ما نقول فيهم. كنت خديتهم على ما كنظن شي 60 درهم، باكيه فيها 12 عند دوك صحاب الصناعه التقليديه، هما اللي كانوا كيبيعوهم على هكذا. نكمل على هذا الشكل حتى نعمر القطبان ديالي كاملين. على هكذا على هذا الشكل. هذا نكمل انا بقيه القطبان ديالي ونتلاقاو ان شاء الله باش نشويوهم. ورجعت لكم من جديد من بعد ما حطينا القطبان ديالنا على الشوايه كيتشواو بحال هذا الشكل. هذا دابا نبقاو نقلبوا فيهم بشويه بشويه، الجهه اللي خاصها شويه ديال الطياب نردو عليها وحنا مقابلينهم على هذا الشكل. هذا شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو بنانين، واحد اللون تبارك الله كيجي فيهم رائع. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وعدكم مبروك. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، بصحتكم وراحتكم، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله.